السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا نصور كتاب التميز ثالثة ابتدائي في الرياضيات، إعداد الأستاذ محمد صبرا، ونشوف الكتاب من جوه تمارينه عاملة ازاي. اهو يا جماعة، ده كتاب الحساب بتاع ثالثة ابتدائي والتمارين اللي فيه. هنا هو جايب لي طرح المقامات اهو، وتمارين بقى، وايه الوقت الايه، احسب الوقت المنقضي. خلاص يا جماعه اتعلمنا على قدنا. مراجعه التميز اهوت، اللهم بارك، كميه تمارين فظيعه طبعا. يعني اللي انا الحاجات اللي باخدها عليه كتاب التميز دايما خطه واضح قوي، بيعتمد الخط الكبير، الجداول والالوان الواضحه الزاهيه جدا. ما تلاقيش ابدا الكتاب بتاعه وحاجته بهتانه ولا الورقه مثلا خفيفه، لا الورقه تقيله وتمارينه كتير. وعلى فكره الكتاب حجما كمان كبير قوي. الناس اللي عايزين ياسسوا ولادهم في الحساب بيحتاروا في كتب الحساب، ولكن يا جماعه اللهم بارك الكتاب بيخلص بسرعه البرق. عندنا طبعا شحن لكل مكان، وشوفوا لفوا معايا الفيديو واستنوا شوفوا بقيه مجموعه كتب التميز ده يا جماعه. كتب الحساب اهو، تمام. طبعا انا جايبه من الاخر للاول، وتصاعدي وتنازلي لكسور الاعداد. الكسور ده انا طول عمري كانت صعبه عليا قوي اصلا كنت بلده في الرياضه، ما كانش بقى على ايامي الكتب الجميله دي. ده كتاب التميز تالته ابتدائي، ده مربعات خفيه، تمام، وتدريبات كمان على جدول الضرب. وده الفهرس بتاع الكتاب. الكتاب موجود من خلالي عندنا شحن لكل مكان، والكتاب عامل 115 جنيه فقط.